سيد سمير بن يعقوب رئيس النادي الرياضي بنزرتي، تراه الرجل المناسب في المكان المناسب ام لا؟ لا ما نحكمش عليه انا، هذا انا نحكي راه بصفه عامه. مثالش انا القيمه بصفه خاصه، أنا القيمه نتاع كل اي فريق وانا شفتها في الفريق نتاعي، المسؤول نتاعها شفتها في الفريق نتاعي النادي الرياضي بنزرتي، وشفت الناس البارح كيفاش معناها نهار الفينال ومن بعد الخساره كذلك، معناها شفتهم كيفاش. معناها النادي الرياضي بنزرتي واي فريق كما قال فريق راهو مش بالسهل باش تعطي جمعيه نيمبورت كي به، وهنا نرجع المنصب هذا ولا سامحني يا رجاني عاد فرجع لك للصندوق، راهو ما يخرجلكش الميور اللي حاجتك به، يعني مش الميور سمير بن يعقوب، سيابيت يستحق اكبر من سمير بن يعقوب. مش تقول لي نتفاعل معك، في كلام ما قلتوش ليه نتفاعل معك؟ انت رايك تو سؤالي وانت رايك انا جاوبتك انا ايه؟ انا قلت ما جاوبتنيش. لا جاوبتك تفضل، انا اعطيت القيمه نتاع المحبين واضح ومثلتها في الفريق نتاعي. حكينا على الجمهور، راهو الجمهور نتاع النادي يستاهل اكثر من هكاك وانتهى الامر. ما تقول لي واحد ولا جمهور السيابي يعني يستاهل رئيس اكبر من السيد سمير يعقوب. قلت النادي الرياضي البنزرتي يستاهل كل نادي الرياضي البنزرتي كي مشى الفريق هذايا، الامل نتاع معناها الامل نتاعو شنو باش يهز الكوب ولا لا؟ طبعا ما هزوش ولا لا؟ عادي يعني هذا بلغت تقول راك تستاهل اكثر من هكاك في حياتك، في حياه الفريق وفي حياه رئيس النادي وفي حياه المدرب والجمهور، فما الخيبات وفما النجاحات. وصل لي واللي يحب الكوره يحبها في الربح برك يقعد في داره، خاطر الكوره فيها الربح وفي الخساره، لكن انا نحب نشوف المحبين نتاع الفريق نتاعي في اللي شفته انا نهار الاحد، اللي شفته نهار الاحد ويستاهل. ايش قلت يستاهل؟ ايش دخل رئيس انت؟ انت حكيت على المسؤولين المكان المناسب والرجل المناسب وكانك تلمح لي، حبيت نفهم. لا نلمح كل اي جمعيه، لا خلينا في السيابي. انت حكيت على الجمهور السيابي العريض وعملت شيخه في البلاد والفينال شيخ بنزرت الكل اي، ومن بعد قلت لي تستاهل جمهور السيابي افضل من هكا. لا افضل من هكا في المردود في اللي كان يتمناه، كان يتمنى باش يهز الكوب. يقول لك تمنيت ياخذ رم خذا الكوب يهز الكوب. هذا ايش قلت؟ حتى جمهور البقلاوي يقول لك جمهور الترجي وجمهور الفريق وجمهور السياسي. هزيتني للرئيس الوي. لا ما هزيتهش انا، فقط هزيت على الرئيس. انا نتفاعل معك. لا هزيت، انا نتكلم على كل الرؤساء. قلنا كل الرؤساء توا ولات بالصندوق ولا لا؟ الصندوق ما يخرجش المعيار. واضح جدا، واضح جدا. الكل انا نحكي على واضح سي يوسف.